الاختلاف اللي هو احنا بيننا اليوم هذا عمل انديتنا، لنا سنوات واحنا انديتنا تطلع في اسيا تنضرب وترجع، ونرجع احنا نعيد نفس الموال ويلا ونشجع ونسوي، هذا عمل الانديه. بالنسبه للنادي الاهلي، النادي الاهلي يمكن انا اروح كثير مع اللي تفضل فيه ابو لما، النادي الاهلي يعني ترفع العقال للعيبه النادي الاهلي، لعيبه النادي الاهلي في وجهه نظري هم من اوصلوا في المنافسه في الدوري النادي الاهلي، وهم من تجاوزوا بادائهم، وخليني اقول لك يعني جو على نفسهم كثير، اخفاقات اداريه، اخفاقات على مستوى المدرب، طرح قبل شوي فيصل نقطه جدا مهمه، يا اخي انا اليوم ابحث عن مصلحه الفريق، اجي اصرح اقول بمشي المدرب، ازعزع الثقه في المدرب، اوجد عذر للاعبين المتقاعسين، واجي اخلي المدرب، ويوم خليته جيت اعلن ادور شماعه لخساره الدوري باني اشيله عشان دور ال 16. بس ابو لما يقول لك لاعبين الاهلي يفتقدون للروح قبل شويه. لا لا شوف لعيبه الاهلي، خليني اقول لك شيء، انا ربما احباط. شوف انت اليوم في معدل، المعدل هذا يرتفع في لحظات وينزل في في في, في مراحل. المراحل اللي نزل فيها المعدل الروح عند النادي الاهلي انا اعتقد بعد خساره الدوري كان في روح قتاليه، كانت لعيبه النادي الاهلي تعاني من العزوف الجماهيري، تعاني من تخبطات الاداره، من سوء عمل فني. ممتاز. سوء العمل الاداري اليوم شفنا، ضربت لك مثال في موضوع اللي صار على موضوع المدرب، زائد اليوم اللعيبه اللي انت اليوم مفروض تعول عليهم الكثير مثل ما تفضل ابو عبد العزيز، يا اخي انا ما سلم المدرب الخيط والمخيط، ما هو صحيح هذا الكلام. انا المدرب حتى لو كان له قرار لازم انا اخالف قراره، لانه انا اليوم لما الوقت اللي جاء بياخذ فيه القائمه انا اساسا غير مقتنع في المدرب، انا اساسا المدرب ابغى امشيه. هو المدير الفني يا رجل، ما هو اللي يدير الامور الفنيه، مين اللي يدير الامور الفنيه؟ معليش بس لازم يكون لي، لازم يكون لي كلمه، لازم يكون لي قرار كاداره، لانه انا اليوم اذا شفت الغلط ما اقدر اسكت عليه. حمكم الله. انت اليوم عندي عمر السومه واحد من اهم اللاعبين في الفريق، أنا أشوف أنه خارج القائمة، وفي المقابل ما في حتى أسماء بديلة، الفريق يعاني في هذا المركز، وأجي في نفس هذا الموضوع أمشي في نفس هذا الاتجاه. أنا في وجهة نظري لهم الحق أن يطالبون بلاعبينهم النادي الأهلي، ولكن أنا أروح مع كلام عمر باقشوين اللي مثل ما تفضلت قبل شوي أنت أبو زياد، كان في تعاون، كان في الأهم اللي إحنا يعني لازم نعرفه، هل فعلا إدارة النادي الأهلي وافقت على عملية التعاون أو المشترك اللي بينها وبين المنتخب؟ إن وافقت إدارة النادي الأهلي فلا أحد يحمل الاتحاد السعودي ولا يحمل المنتخب، على الإداريين ومن يتحملون المسؤولية يتحملون هذا القرار. ولكن الأهلي أنا في وجهة نظري، أبو لاما قبل شوي قال كلمة أنا في وجهة نظري يعني تلامس الشارع الرياضي كله، الكل يستشعر أن الأهلي داخل هذه المباراة وهو خسران. طيب. ما في اي متابعه، ما في اي خليني اقول لك شيء يبين لنا ان الاهلي داخل هذه المباراه بقوه، حضور جماهيري قبل شوي يوم تكلم فيصل شوي زعلوا عليه. طيب. حضور جماهيري ما في، اذا انت ما ساندت فريقك في هذه اللحظه وفي ختام موسم متى بتسانده؟ على طاري حديثك